ويؤثر النظام الغذائي على المرضى الذين يعانون من مشاكل الكبد بصورة كبيرة. لذلك من المفروض اتباع الطرق الصحية لحماية المريض من الكثير من المضاعفات واستمرار عمل الكبد. معنا اختصاصية التغذية رغداء الجبري لنتعرف منها على أفضل الأطعمة اللي ممكن يتناولها مريض الكبد والأنواع الممنوعة أيضا لمرضى الكبد، مع ذكر بعض النصائح الغذائية لحياة أفضل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كثير بنسمع رغدة بالبداية أنه دهون متراكمة على الكبد، خلينا نعرف كيف بتتم هي الدهون المتراكمة على الكبد؟ هل ممكن يتعرض لها الأطفال أو لا بس البالغين؟ أول شيء لازم نحن نعرف الدهون اللي بجسمنا شو هي. في عنا الدهون البيضاء اللي هي تعتبر جيدة نوعا ما، عفوا سيئة، اللي هي ممكن تتراكم على البطن، على الأفخاذ، الذراعين، هي اللي بتكون تعطيني مؤشر إني أنا عندي شيء جديد بجسمي أو مؤشرات لأمراض معينة. هي الدهون نفسها ممكن تتراكم بتصير حشوية، تتراكم على الأعضاء الداخلية مثل القلب والكبد والكلية وغيره من الأعضاء. في عنا دهون البنية اللي هي الدهون الجيدة، هي اللي غالبا بتكون خلف الأذرع، حول فقرات الظهر، هي اللي بتعطيني حرارة الجسم وإلى فوائد طبعا تانية. فنحن لحتى ما نوصل لهي الدهون البيضاء للأحشاء أو للحشوية في عدة خطوات ممكن تصير. والكبد الدهني الحقيقة هو من الأمراض الخطيرة والمزعجة لكتير أعضاء ممكن تساوي، يعني هذا المرض ممكن يسبب لي أمراض تانية عدة بعدها. لهيك في نصائح معينة أو غذاء معين أو وقت بيوصل فعلا الكبد الدهني لهي المرحلة نحن لازم نعمل له ديتوكس وننظف الكبد من هاي الدهون. طيب يعني خلينا نحكي شو علاقة الغذاء المباشر، أو خصوصا نعرف في ناس عندهم أنظمة عشوائية بالأكل ما بيكونوا ملتزمين بنظام معين، قد ممكن هي تزيد من أو تفاقم من الحالة وكيف ممكن ضبطها؟ هلا بالبداية في أسباب نحن لوين وصلنا. في عندي مثلا شرب الكحوليات، هي من الأسباب اللي بتعمل لي الدهون الكبدية. هي الأشياء يمكن كمان الأشياء بس مو هي الدائمة الأساسية. في عندي تناول السكريات بشكل مفرط جدا، بصير عندي مقاومة الأنسولين، عنا الزيوت المهدرجة اللي بناخذها بشكل مستمر والأكل الجاهز، في عنا قلة النشاط البدني، تراكم زيادة الوزن يعني والاستهتار فيه بدون محاولات لتنزيله. فهي الدهون هي حتتحول لدهون حشوية، يا بتجي على الكبد يا بتجي على القلب يا بأي منطقة تانية. ممكن تساوي لي ارتفاع بالكوليسترول، شحوم ثلاثية، وممكن حتى وقت الكبد حيصير عندي مريض ممكن تعمل لي مشكلة بالقناة الجامعة، وبعد شيء تصير المرارة تشكل لي حصاد، فكله يتبع بعضه يعني. فلهيك نحن لازم نكون كغذاء نبتعد عن السكريات، النشويات تكون قدر الإمكان بكميات قليلة، ناخذ الخضروات دائما. الخضروات مثل البقدونس كتير ممتاز للكبد، إن كان بالطعام أو ممكن أنا ساويه عصير وأشربه. بدي يكون فيتاميناتي ومعادني لجسمي كاملة، يعني أنا قبل ما حتى أعمل ديتوكس للكبد أنا لازم يكون عندي الفيتامينات بجسمي والمعادن كاملة. أنا بحاجة الكبريت اللي هو عنصر أساسي لتنظيف الكبد وحتى يعني لفعالية عمل الكبد. الكبريت ممكن نجيبه أنا من الثوم، من البصل، القرنبيط، هدول كتير أغنية بمادة الكبريت، عنصر الكبريت. في عندي كمان الزنك كتير عامل مهم لحتى يزيد فعالية نشاط الكبد. الزنك ممكن نجيبه من اللحوم الحمراء، من السمك، من الكاجو واللوز، هدول كتير مهمين. اليود عنصر كمان كتير مهم، ممكن نجيبه من الأسماك والطحالب البحرية. ممكن أنا كمان لازم ممكن أخفف وزني، أتخلص من الدهون الزائدة، حتى أعمل حمام مي بارد أو سباحة بمي باردة، فهي كمان حتساعدني على زيادة الدورة الدموية، على زيادة نشاط الكبد لتنظيفه.
رغدة، لما بنشوف نحن كمان أطفال بعمر صغير وعندهم زيادة وزن بشكل كتير كبير، عم نشوف دهون واضحة بالعين المجردة، وكمان للأسف عم تتوضع بكل أماكن الجسم أحياناً، كيف ممكن نتعامل مع هدول الأطفال وكيف شو الديتوكس المناسب لإلهم لحتى نحن نرجعهم لحياة صحية سليمة من جديد؟ هون الأطفال ما فينا نقول ديتوكس، فينا نقول نحن نتعامل معهم من أول وجديد بالنظام غذائي بنشاط بدني لحتى يتجاوزوا هالمراحل، لحتى ما يصير عنا أمراض معينة ممكن تتراكم على بداية المراهقة أو حتى بعد البلوغ. ممكن يصير الكبد الدهني عند الأطفال وقت بيكون عندي زيوت مهدرجة كميتها كتير مرتفعة وعالية، لهيك نحن ندارك الموضوع. نشوف اليوم الأطفال عندهم شره للوجبات الجاهزة والمأكولات السريعة. حتى لو شخص على فكرة ممكن تشوفي ما عنده كتير زيادة واضحة بالدهون بجسمه، بس هو عنده استهتار أو مثلا شبع الزابي، خلينا نقول ما في مين عم يحضر له الطعام، فالأكل الجاهز باستمرار هذا حيساوي له، هو عنده الحرق عالي فهو عم يصرف الدهون الظاهرة عندي، بس هي الزيوت المهدرجة والأكل الجاهز وين حتروح؟ إما على الكبد تعمل لي كتل دهنية على الدهن أو على القلب أو الشرايين أو شحوم ثلاثية وكوليسترول. ممكن نحن الديتوكس نعمله على شكل بعد ما حكينا أنه نحن لازم يكون كل فيتامينات جسمنا والزنك والجود والكبريت وكل هاي العناصر موجودة بجسمي، خفف وزني، أعمل رياضة، مياه باردة، هون ممكن نحن نعمل ديتوكس لمدة 3 شهور بالسنة، يعني نستمر 3 شهور بالسنة نعمل هذا الديتوكس لننظف الكبد، حتى طبعا لهم فوائد لباقي الجسم بس تحديدا هلأ عم نحكي عن الكبد. ممكن ناخذ نص تفاحه مع قشره ونص شوندر وحبتين جزر، نخلطهم بالخلاط هن وقشرهم ونحليها بمعلقه عسل، وناخذها كل يوم الصبح على الريق لانه هو حيكون الكبد هو المستعد الاول لاستقبال اي مغذيات. اعطيناه الطعم اللي هو العسل لانه هو الكبد بحاجه كربوهيدرات بالفتره الصباحيه بيتحرض فبيمتصن. على مده 3 شهور نحن ممكن انه نحصل على يعني نتخلص من الكبد الدهني ونرجع بقى ما نرجع للعادات السيئه، لا ننظم حياتنا قدر الامكان، لو حتى 80-90% ماشي نتخلص من أمراض كثيرة للمستقبل. طيب حضرتك ذكرتي أنه لازم ناخد بعض المعادن المهمة جدا مثل الزنك مثل اليود. هلأ بنعرف أيضا في كثير ناس مثلا ما تحب تأكل الأسماك أو الطحالب البحرية فبتلجأ مثلا للملح اللي بيكون مكتوب عليه وهذا ملح مضاف إليه يود، هل بيعطي نفس النتيجة ولا أنا لا بحاجة مثلا لمكملات غذائية مثل حب زيت السمك أو غيرها من هاي الموضوع؟ وأيضا كمان يعني بعض العناصر الثانية مو بس الملح، في ناس بتستبدل أنه السكر مثل ما قلتي بتزيد السكر الصناعي بيزيد فبيعتمدوا العسل دائما بالتحلية المشروبات، هل هذا الشيء كمان صحي؟ بالنسبة للسكريات ممكن العسل، بس بدي أنا أتأكد أنه هو يكون عسل أصلي طبيعي 100%، وحتى الأفراط بالعسل نفس النتيجة حيعطيني، بس يعني أضراره أقل بأمراض تانية. بالنسبة في بديل سكر نحن ممكن في عشبة ستيفيا ذكرتها أكثر من مرة ممكن نستعملها، في سكر الفواكه موجود على شكل حبوب بالصيدليات. بالنسبة لليود، اليود المصنع غير يعني في فائدة بس ما لها الفائدة 100% مثل اليود الطبيعي أنا باخده. هلا بالنسبة للطحالب البحرية أنا فيني أخذه على شكل كبسولات، مو شرط إني أكله طحالب بحرية، يعني نحن ما معودين على موضوع الطحالب، موضوع السمك غالي شوي، فممكن ألجأ أنا لموضوع المتممات عن طريق الطحالب عن طريق المتممات أخذها، أو ملح الهيمالايا كمان هو في عنصر اليود منيح. إذا بدنا نحكي عن حل جذري للدهون المتراكمة على الكبد، برأيك إنه نحن إذا غيرنا يمكن كل نمط الحياة تبعنا نمط حياة صحي، هل ممكن نحن نتخلص من هي المشكلة بشكل جذري وما ترجع ننصف فيها مرة ثانية؟ أكيد
يعني دائما تغيير نمط حياتي بغير بكل شيء بحياتي، إن كان جسديا أو فكريا أو نفسيا حتى. لهيك نحن دائما وقت بدنا نبدأ أي شيء نساوي بحياتنا لازم نغير نمط حياتنا. حتى مثلا في مراجعين كتير بالنسبة لتنزيل الوزن، أول كلمة بقول لهم ياها إذا ما غيرت نمط حياتي ما بتغير شيء، لأنه أنا بالنهاية حأرجع لعاداتي السيئة. فأنا لازم يكون عندي قناعة أني أنا خلص غيرت نمط حياتي، صرنا حياة صحية لو جزء بالمية، بس هذا الشيء التراكمية أول الأيام حيسبب لي حياة صحية أو جسم صحي بالنهاية. طيب بما أنه اليوم نحن عم نحكي عن مشكلة متخصصة اللي هي الكبد الدهني، خلينا قبل ما نختم حديثنا معك أبرز النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الناس اللي عم بيتابعونا بمجال الغذاء وهي المشكلة الخاصة. أي ألم حديث لازم أنا ألجأ لطبيب أعرف شو السبب، أعرف أنه أدارك الخطورة قبل ما تصير كبيرة. مثل ما حكينا يعني مثلا ممكن تكون بالإيكو أو بالتحاليل، أو الطبيب المختص طبعا هو حيوجهك لوين وين حنكتشف السبب أو الخلل بجسمي. بعدها بنلجأ أولا هو الغذاء، يعني نحن قد ما أخذنا أدوية نحن ما حنوصل للشيء اللي بدنا اياه. مثل ما أنا غذائي صحي، أنا اتبعت الخطوات إني بعدت عن الزيوت المهدرجة والسكريات والمفرطة، تبعت رياضة، نزلت وزني، أخذت فيتاميناتي معادني كاملة، عملت الديتوكس لجسمي، فهون إن شاء الله حأوصل للشيء اللي بدي إياه وأتخلص من الدهون على الكبد. نحن متفائلين وعم نحكي عن الأشخاص يمكن اللي عندهم إرادة ووعي كتير كبير للأخطار والمخاطر الدهون المتراكمة على الكبد، لكن إذا بدنا نحكي عن الأشخاص المهملين، الأشخاص يمكن اللي ما عندهم الدراية الكاملة بهي المخاطر، وين ممكن تودينا يمكن مثل ما بنقول تراكم هي الدهون، شو هي المشاكل اللي ممكن تصير؟ حكينا الكوليسترول والشحوم الثلاثية، وبعدها ممكن يسبب لي جلطات، ممكن يسبب سرطانات للكبد، ممكن يوقف عمل الكبد نهائي، وهو العضو الأساسي بجسم الإنسان، فبدونه صعب كتير، ممكن يحتاج زراعة كبد، ونفوت بمتاهات كتير كبيرة. نحن بغنى عنا، نحن بإيدنا أنه نحن نوصل لشيء مناسب. الكبد بصورة عامة هو العضو اللي بيجدد نفسه، بيجدد الخلايا عنده، فمن 6 شهور لسنة أو سنة وشوي ممكن نحصل على كبد سليم 100%، بس بده التزام كمان معين. بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى اكيد الصحة والسلامة للجميع. آمين يا رب. شكرا لك بكل التوفيق.